24/7. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. رجعنا لكم مرة تانية، وخلونا كده نرحب أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب اللي بيشرفنا وينورنا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. سؤالنا النهاردة بيقول إيه هي الأثار الجانبية والسلبية لتكرار محاولات الحقن المجهري؟ الإحباط. دي أول حاجة. الإحباط. هي دي الأثار السلبية، لأن هو الحقن المجهري هي واحد من الإجراءات الطبية اللي بتساعد في رفع نسب حدوث الحملة في الرجال والسيدات اللي عندهم مشكلة في تأخر الإنجاب، ولكن هو ليس إجراء نسبة الحمل منه 100%. صحيح. ولن يكون هذا الإجراء في يوم من الأيام نسبة الحمل منه 100%، لأنه في كثير من الأحيان الموضوع ليس له علاقة بالطب، ولكن له علاقة بالهبة من السماء. صح. مش كل واحدة ست هيبقى عندها بويضات، ومش كل واحد راجل عنده حيوانات منوية يحدث فيهم عندهم حملة. والغريب انه في رجالة بحيوانات منوية ضعيفة جدا جدا ستاتهم بيحملوا، والعكس في سيدات بكفاءة مبيض منخفضة ومخزون منخفض ودورة غير منتظمة وبيحملوا. بس عايز اسألك حاجة، الإحباط بيجي للزوج والزوجة وبيجي للطبيب؟ لا، هو الطبيب دايما هو عنده تشالنج، تحدي. الاطباء، بص، هم الاطباء يعني في رايي انا حاجه من الاثنين، يا واحد بياخد الموضوع نمطي، يعني انتوا اديتوني سكريبت زي مثلا اي مذيع، هنقعد نتكلم بقى وخلاص، يعني هو في ربع ساعه نص ساعه هنتكلم هنملى فيها الشرايط. وفي حد بيبقى عنده باشن، بيبقى عنده نوع من انواع الشغف والحب ليه، ان هو لشغلته تو اكسبلور او يعني تو ديج. هو الحقيقي انه الشغلانه بتاع التاخر الانجاب دي انديفيدواليزد جدا، يعني ما فيش حاجه اسمها، يعني في ستتين اخوات في التاريخ المرضي بتاعهم، وتلاقي في حاجات صغيره جدا انت ممكن تعملها في الملف نمره واحد او الملف نمره اتنين تقلب الكيان بتاع الملف نمره واحد او الملف نمره اتنين. انما لو انت خدت، انا دايما اقول وي تيك بيشنتس وذ نيمز اند نوت نمبرز، يعني بنلغهم بالاسماء وليس بالارقام، لانه انت لو انت في كثير من الاحيان التيلرينج او التفصيل او الخياطه بتاعه الملف انك انت يعني تعمل زي اللي بيشتري بدله جاهزه واللي بيشتري بدله تفصيل. في طبعا مشاكل ممكن تحصل من التكرار بتاع محاوله فشل محاولات الحقن المجهري. في رايي انا اهم مشكله في فشل محاولات الحقن المجهري ايه الفكره اللي انت ممكن تحطها اللي تضيف الى هذا الملف، الفكره الجديده بالظبط. لانه كثيرا ما يحدث انك انت تبقى، او كثيرا ما يحدث عندنا او في اي مكان، انك انت تفضل ماسك الملف وقاعد بتكرر في نفس اللي انت عملته قبل كده، اهو تغيير الدواء، تغيير بروتوكول العلاج، يمكن ايام التنشيط، الحقنة المفجرة اللي بتتاخد دي قبل لسحب البيض ببضع ساعات، ممكن زيادة جرعتها، تقليل جرعتها، متابعة بعض الهرمونز أثناء التنشيط. يعني أنت ممكن يكون عندك واحد ست عندها الهرمون مثلا بتاع البرولاكتين بيزيد في الوقت اللي هو الست دي بتتنشط. في سيدات أنت بتحب تعمل لهم هرمون اسمه البروجستيرون، وتفضل تقيس هرمون البروجستيرون في أثناء فترة التنشيط عشان تيجي عند نقطة تحاول تهبطه بأي طريقة قبل لما يبدأ يعلى زيادة وزيادة. في ساينس فيكشن كتير، في خيال علمي كتير في الملفات، بس الخيال العلمي ده هو أوبريتور بيزد أكتر منه، يعني هو الدكتور المؤدي هو اللي فيه عنده في دماغه شوية ساينس فيكشن، شوية حاجات كده كتير عايز يطبقها التطبيق ليس على الكل، التطبيق على البعض وليس الكل. صحيح. بشكرك يا دكتور. نشوفك ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، وخلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معنا لو سمحتوا. 4/20. 4/20.